ماذا يلزم من استمر معه المرض في رمضان حتى دخل رمضان آخر؟ ليس عليه شيء، هذا معذور، لأن الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما جت عدة، لم تأته عدة وهو قادر على الصيام فيها. يعني هذا لو استمر حتى 10 سنين، استمر 10 سنين وهو ما يصوم وهو أيضا غير قادر، ليس عليه شيء. لكن لحالة ثانية، ما هي هذه الحالة؟ إذا كان هذا لا يرجى برء المرض، فإنه ينتقل من الصيام إلى الإطعام. نقول له أطعم عن كل يوم مسكين. كيف يطعم؟ يطعم في أول رمضان ولا في آخر رمضان ولا بعد رمضان، الأمر كله فيه سعة. إذا كان لا يرجى برؤه يطعم. والله تعالى يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذا في حق من لا يستطيع الصيام ولا يرجى برؤه. نعم.